هناك يريدون رب الأرض والسماوات أن يعفو وأن يردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولذلك هذه العبادة، الحج إلى البيت العتيق، الحج إلى البيت العتيق لا يتصور أن تكون إلا في هذه العشر. ومن هنا يوم التروية ثم عرفة ثم يوم النحر ثم أيام التشريق، هذه الرحلة عجيبة. تأمل معي، جميع شرائع الإسلام تستطيع أن تؤديها وأنت بين ظهراني أهلك في وطنك، إلا الحج لا بد أن ترحل إلى الله. إنها رحلة الحب ورحلة الأشواق، رحلة إلى أجمل بقعة، لا تضاريسا ولا المراد بالخدمات، والخدمات ولله الحمد من كل قدرة وقوة مادية سخرت، لكني أتحدث عن أنك تأتي إلى أجمل بقعة، بقعة المباهات، لأن العظيم جل وعلا سيدنو على أهل الحج، على أهل الموقف، فيشهد الملائكة بمغفرته لهم. رحلة عجيبة، يخرج الإنسان من بيته كما يخرج الميت، يذهب إلى الميقات فيخلع المخيط كما ينزع عن الميت، يغتسل كما يغسل الميت، يتطيب كما يحنط الميت، يبعث على صعيد عرفات الله كما سيبعث الميت، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير، وأسأل الله أن يعيذهم من السعير يا رب العالمين، إنه الله. رحلة الحج هنيئا لمن أرغم شيطانه ولم يقبل من الشيطان أن يسول له وأن يملي له وأن يوسوس له السنة الجاية، لا، التي بعدها. وفي كل عام قرار جديد، أحج العام القادم، وإلى الآن لم يأتي هذا العام. إن الذي لا يحج وهو قادر على أن يحج قد كفر نعمة الله عليه، بقرب المشاعر إن كان قريب، أو بالغنى إن كان غني. أما إن كان عاجز، امرأة لا محرم لها، مريض لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقير ليس عنده قدرة، فهذا رفع الله عنه الإثم، ولعل قلبه المشتاق إلى الحج أن يوصله الله بحبه ونيته الصادقة أن يبلغه أجر العاملين، إنما الأعمال بالنيات. لكني أقول لذاك الذي ما خرج إلى الله في رحلة جميلة، والله إن بعض الحجيج يحج في كل 5 مرة لأنه لا يستطيع أن يصبر عن الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. الناس يرحلون إلى السياحة ويذهبون إلى المطاعم ويريدون أن ينظروا المناظر، والله لا أجمل من منظر حاج قد رفع يديه في عرفات الله وهو يقول: اللهم أقل عثرتي واغفر ذنبي وزللي، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أجمل نداء في أجمل بقعة لرب عظيم قريب سميع مجيب جل وعلا. رحلة الحج رحلة عجيبة، يطوف الإنسان بالبيت، والله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم بالتوحيد في قلوبهم، ثم يطوف. والحبيب عندما ابتدأ الطواف واستلم الحجر الأسود وقبله بكى وقال: هنا تقال العثرات وتجاب الدعوات وتسكب العبرات هناك. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصفا والمروة، وذكريات الحج مع أمنا هاجر سعت سعي المضطرين فأنبع الله لها ماء معين، يرمي الجمار ويتذكر الشيطان وهو قد أتى إلى أبيه إبراهيم فيرميه بالجمار، وكم وقف الشيطان لي ولك في طريق الحياة يريد أن يوقفنا من طاعة، ينحر الهدي
طاعة لله نسيكة، ويتذكر أن الله أمر نبياً أن يذبح ابنه، فيحمد الله أن الذبح في الإبل والغنم والبقر وليس في الأبناء. يلبس الفوطتين إحرامه كأنما هو يتكفن، ليعلم أنه كما خرج من بطن أمه ليس عليه شيء، أيضاً إذا خرجت روحه سينزع عليه أو عنه كل شيء إلا ما يواري سوءته، لأنه أتى فرداً وسيرد إلى الله جل وعلا فرداً. مؤتمر الإسلام العظيم، أعلم أن بعض الناس في أيام الحج يقضي أيام الحج باكياً. أتدري لماذا يبكي؟ شوقاً إلى البيت العتيق، شوقاً إلى تلك البقاع. إنها رحلة 5 أيام فقط أو 4 أيام فقط، ويعود بعدها بالجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، ما أقسى بعض القلوب التي حرمت الجنة لأنها حرمت الحج. ولا نقول إن الذي لا يحج في النار، أعوذ بالله، نحن أهل السنة نخشى على العاصي، لكننا نقول هو تحت مشيئة الله الرحمن جل وعلا، ولا نحكم له بجنة ولا نار، لكن نخشى على هذا الذي زهد في الجنة لأن جائزة الحج الجنة. فأقول من أعمال العشر الحج إلى البيت العتيق، فهنيئا للذاهبين إلى الله،